عن طريق هذه المسابقة ستيجي جائزة بلدي جوغ المسافة ديال 1900 متر كانت 14 مشاركين. فرنسيين نوعا ما في هذه المسابقة من تحدث على الشونجمون دو مونت مين بغات يكون رفقات سلموني يا عوضي هشام مكجل. هذا هو التغيير الوحيد بالنسبة لهذا الشوط السادس اللي كيطرق الآن مع تقدم اظن ديال رقم 11 سينيو في الصف الاول اللي حد كذلك في منافسه مع رقم 5 سلمونيا اللي كنا كنتحدثوا عليها قبل لحظات رفقه الكيما مين بوغات اللي عندها تصنيف رقم 15. نتائج الاخيره نوعا ما كانتش مرضيه جدا. غنشوفوا الان في هذا السباق واش ربما تحقق نتيجه احسن خصوصا انها تكون ربما مع واحد من احسن الركاب هذا الموسم وكذلك المواسم الماضيه ركيبه مين بوغات تنطلق هذه المسابقه كذلك مع تقدم من جانب رقم 9 فيريوس رفقه الكيب هشام حلويس من الجهه الوسطى وانا كذلك خويا الاخرى بالنسبه لهذا السباق كامتن رقم 8 في دال. أخصيني ومازال فيها المرتبة الأولى اللي حدينا كذلك فيوريوس رقم 9 رفقة الكيب هشام حلويس من الجهة الخارجية كذلك تقدم جيد بالنسبة اللي رقم 2 هنا كذلك لاستيغرا بالنسبة لهذا السباق ثم كذلك من الجهة الخارجية هناك العودة الموافقة بالنسبة لرقم 7 كاسيا الأطلس. رقم 3 ديجيري كذلك من الجهة الخارجية حاول يرجع في هذه المسابقة ثم كذلك رقم 4 لينظام من الجهة الوسطى أخسينيو رقم 1 أخسينيو اللي مازال يتقدم بالنسبة لهذا الشوط ثم كذلك يمكننا نشوف ربما رقم 8 في دال في هذا السباق من الجهة الخارجية تقدم من رقم 5 سالمونيا من جهة الحاجز كذلك يمكننا نشوف رقم 7 كاسيا الأطلس ثم كذلك خويا الأخرى اللي مازالت متأخرة كابتن رقم 4 لينظام وكذلك رقم 9 فيريوس أطلس اللي تأخر بشكل مهول جدا بالنسبة لهذا السباق. أخسينيو في المرتبة الأولى لحد الآن بالنسبة لهذا السباق مع منافس آخر اللي كان السيد موسى زكريلي وكاسيا الأطلس رقم 7 انطلاقة جيدة بالنسبة لأخسينيو رقم 1 مازال فيها المرتبة الأولى من جهة الحاجز هناك تقدمه من الجهة الخارجية رقم 5 أظن أن سالمونيا رفقة الركيبة من موغات فيها المرتبة الأولى أظن بالنسبة لهذا الشوط وسوف ينهي الركيبة من موغات أظن الانتصار في هذا السباق بألف الفوز ديال سلموني رقم 5 والركيب أمين موغات. هذا هو الفائز بالنسبة للسباق السادس لحظات تقوم نتائج الوصول مؤقت.